Salut mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Donc, بالنسبة للرومان, il était une fois, غادي نخدمها معكم إن شاء الله كاملة. كل شابيت غادي نقسم لكم, كل شابيت غادي نخدموه, من وراه غادي ندير لكم التحليل ديالو. يعني هكا باش الفيديو الأول تكونوا قريتوا الشابيت, فهمتوه وعرفتوا لي بيرسوناج علاش كيهضر, من بعد نديروا التحليل ديالو باش ملي تحط لكم في الامتحان تكونوا ديجا عارفين في الاناليز ديالو. غادي نديروا سيتياسيون باساج, كيستيون ريبونس, أي حاجة غادي تلقاوها مرتبة في بلاي ليست. يعني اي حاجه محتاجينها غادي تلقاوها في بلاي ليست, حتى لي برودكسيون ديال هاد لو رومون غادي نخدمها معكم كامله, الانشاءات ديالها كاملين, القواعد, المهم اي حاجه احتاجيتوها غادي تلقاوها في بلاي ليست. Qu'y a-t-il de plus fascinant et de plus inquiétant que des ruines récentes qui furent des demeures qu'on avait connues au temps où la vallée vivait au rythme des saisons. دونك هنا لو تيكست بدا لينا بأون كيستيون, بدا لينا بسؤال, وهنا يعني قال كي اتيل دو بلو فاسينون, يعني شنو اللي اكثر فتنه وانتباه وبلو انكيتون وقلق كو دي روين, يعني من هذاك الدمار ويعني الخراب ريسونت, يعني ديور رابو كيبقى غير داك الخراب ديالهم. كي فيغ دي دومور كون افي كوني, اللي كنا داك الديور اللي هما دابا رايبين كنا كنعرفوهم شحال هادي, اوطون او لا فالي, يعني تما فين كان واحد الواد تما فيفي كيعيش او ريتم دي سيزون دو لابور دي زوم, يعني على الايقاع ديال هذاك المواسم والعمل الشاق ديال داك الرجال اللي تما كي نو نيغليجي با لا مويندغ, يعني ما كيهملو حتى شي حاجه بارسيل, حتى جي جزء دو تيغ طرف من الارض بوغ اسيغي لوغ سوبزيستونس, يعني باش يجيبو القوت ديالهم, يعني يجيبو الماكله ديالهم كانوا كيتقاتلو. سي ميزون دو بيير سيش bâti sur le flanc du roc à quelques mètres, يعني هاد المنازل هادي اللي تبنات seulement au-dessus de la vallée ne sont plus qu'un triste amas de décombres. يعني هاد المنازل هادي يعني لم تعد هاد المنازل هادي وهاد الجدار هادي كيف ما كانت شحال هادي, يعني دابا ولات غير واحد الكومة من الأنقاض, يعني كل شيء عر مردومة, كل شيء رايب. دونك هنايا بدا لينا بلا ديسكريبسيون ديال لا فالي, بداك الوادي كيوصف لينا يعني داك الديور اللي كانوا شحال هادي دابا ولاو غير حطام ولاو غير رايبين. دونك نكملو دومين انكونتيستي دي ريبتيل, يعني دابا ولا داك المكان مليء غير بزاف يعني بدي ريبتيل, هما الزواحف دي اشني دي رونجور اي دي ميريابود, يعني العنكبوت بزاف وداك القوارض. لو اريسون اي تروف سي بخوا مي اي ني جيت با, دونك لو اريسون يعني القنفود كان كيجي, القنفود يعني كيجي كيقلب يعني كيقلب على لي بخوا, يعني كاين الفريسه ديالو, مي اي ني جيت با يعني ما كانش كيسكن تما. il vient seulement chasser la nuit, كان كيجي يعني كيصيد غير في الليل. كون ان كلير دو بلافار في سورجور سا الا دي فورم فيرتيف, يعني كان كيجي غير ملي كان كيبان هذاك الضوء ديال القمر باهت, يعني سا الا هنا وهناك, يعني كان واحد لي فورم فيرتيف, يعني واحد الاشكال خفيه كون كونفوندري اسورامون افيك, يعني اللي كان تتغلط لينا avec les anciens habitants des lieux disparus depuis longtemps, يعني كانت كتغلط لنا, يعني كنا كنحسبوها هما سكان هذيك المكان اللي ماتوا منذ زمن طويل. peut-être au moment même où de nouveaux édifices poussaient dans la vallée, يعني ربما في نفس الوقت الذي يعني كتبنى فيه يعني مباني جديده في هذيك لافالي في ذاك الوادي, فيلا سونتيوز يعني فيلات يعني فخمه, بالي يعني قصور, اي كومبلكس هكا مجمعات يعني هاد لي كومبلكس اولترا مودرن, يعني مركبات اللي هي عصريه, كوبي كونفورم دي باتيمون ريش اي اوستونتاتوار دي غراند ميغابول دي نور, يعني هاد البنايات الفخمه والفاخره اللي هي موجوده في مدن الكبرى للشمال, يعني مطابقه كونفورم يعني مطابقه يعني بحالها. اون دي سيروين دريس des ponts de murs difformes par des suds imbuissants, يعني كانت احدى هذيك الخرابات يعني هذيك الديور اللي رايبين يعني كانت كتنصب واحد الاجزاء ديال الجدران ديالها من فوق داك الدغل, يعني داك الدغل الكثيف اللي هو كبير بزاف. طوفو دو رونس اي دو نوبالس اي كيلكو زامونديي فيو اي
سكوليتيك، يعني داك الشجر ديال التين الشوكي، وبعض اشجار اللوز اموند اموندي فيو، يعني داك الشجر العجوز، يعني شجره هكا سكوليتيك، يعني بحال السكوليت رقيقه هزيله. الا في ايتي لا دومور دان كوبل، يعني تما كان دومور، يعني السكن المسكن ديال واحد الكوبل اجي، يعني كبار في السن، سون ديسوندونس، يعني ما عندهمش، يعني ما عندهم الاولاد والو، يعني ما عندهمش النسل. كي ناتيري غير لاتونسيون، ما كي لا، يعني مثلا كنقول ما تيتيروش الانتباه، كار يل فيفي اون سيلونس، حيت هما عايشين بسكات، يعيشون يعني اون سيلونس، يعني بسلام، ما كيدابزو ما والو، بريسك اون سوكري او ميليو دي فامي، تقريبا نقولوا انهم بحال اللي عايشين بسريه ما وسط داك العائلات نومبروز الكاتشي، يعني دوك العائلات اللي هما عديده اي بغويونت، يعني فيهم صداع والهضره. لوم نافي لوم افي لونتون سيلوني لو نور اي ميم اون بارتي دو لوروب، يعني لوم، يعني الراجل ديال هاد المراه هادي، هاد لو كوبل هذا، يعني راجل ومراه، هاد الراجل هذا كان كيعيش واحد الوقت طويل يعني في الشمال، يعني كان جا جو جوال كنقولوا بحال هكا شي واحد جاي جاله، المهم باللغه العربيه. لو نور اي ميم اون بارتي دو لوروب، يعني كان في الشمال وحتى شي جزء من اوروبا. ديزون ديزون ديزي، يعني هنا ديزي طون ا لا ريشيرش، يعني كنقولوا كانوا كيقولوا داك الناس انه راه كان كيقلب على دون ايبوتيتيك، يعني كان كيقلب على فورتون كي نافي با تروفي، على شي ثروه هكا افتراضيه اللي ما لقاهاش، المهم داير في بالو يلقى شي فلوس شي حاجه وعايش برا. ان سوبريكي لوي انتريستي دو سيت لونغ ابسونس، يعني ولا عنده واحد اللقب كثرت هذا الغياب، بوشعيب اللي هو الاسم بوشعيب، كار يل افي دو ترافايي ا مازاغون دو لا فام اون سافي بو، بالنسبه للزوجه ديالو كنعرفوا شويه المعلومات عليها، دو شوز سينون كيل فوني دان فيلاج لوانتان، يعني المعلومات اللي كنعرفوا عليها انها جات من واحد الفيلاج بعيد، يعني مثلا كانت ساكنه في شي فيلاج اللي هو بعيد، دو نوتر مونطاني اللي من شي جبل اخر، يعني هو مثلا هو دوار وهي دوار اخر. سون دوت دوبوي سون روتور او بيي بوشعيب نيتي بلو تونتي بار لو نور، يعني ملي رجع دوبوي سون روتور، يعني منذ العوده ديالو للبلاد، يعني بيي ما بقاش كيحاول انه يمشي ولا مهتم بانه يمشي لو نور الشمال، اون فواياجي بلو كو بور سو روندغ اتيل او تيل موسم، يعني كيمشي مره لكن يمشي لشي موسم انويال، داك الموسم السنوي كوم سلوي دو سيدي احمد، يعني الموسم ديال سيدي احمد دونك او موسى، يعني هذا الموسم هذا. il ne rate jamais le souk hebdomadaire وإني ما كانش كيفوت هذاك السوق الاسبوعي، و الى لي ادو دان، يعني كان كيمشي على الظهر، يعني كيف الحمار ديالو، تو لي ميركودي انا تيميد اي بيان ميو تريتي كو لي، يعني هاد اللان ديالو تيميد خجول، بيان ميو تريتي ميو تريتي، يعني كان كيعاملو مزيان كو لي بودي دو لا ريجيون، يعني كان كيتعامل احسن من هذوك الحمير الاخرين ديال المنطقه. ان تي جامي بوني، عمره ما عاقبو، سون ميتر يتوني كوم ان انفون ان انفون، كان كيعاملو بحال شي طفل ديالو، اي لو ديزي كرومون او بيرسيكوتور دي بيت، يعني وكان كيقولها بواحد القساوه لهذوك اللي كيعاملو لي بيت، يعني بواحد الطريقه خايبه. سو جونتي اكيدي دونك هنايا اكيدي، يعني من داك الفصيله ديال الخيول الخيل، و نيمبوزي او زوتخوزا، يعني كان كيفرض راسو على لي زوتخ، يعني الاخرين لي بيت الاخرين، كيل سافي ميتر او با سي نيسيسير دورون لي باتاج دو جوان لور ديكيل اون اسيستي ا دي باغار ميموغابل اونتر انيمو روندو فو بار لي غروس شالور او بار لو رو فافوريزي لو نومبر، يعني داك الشجارات المدابزه اللي كانت بين هاد الحيوانات بسبب الشده ديال الحراره ولا المهم شي حاجه بحال هكا، العديد يعني من المهم الشجارات اللي بيناتهم. بوشعيب ايتي ان فان ليتر، يعني هاد الراجل هذا اللي سميتو بوشعيب دار عليه القصه، كان واحد الراجل اللي هو مثقف، il possédait des vieux manuscrits relatifs à la région، يعني كان كي عنده واحد المانوسكري، واحد المخطوطات يعني قديمه كتخص المنطقه لا ريجيون، et bien d'autres grimoires
inaccessible à l'homme ordinaire. يعني كان عنده واحد قلنا مخطوطات قديمة كانت كتخصل وداك المجلدات، يعني غير متاح لأي رجل عادي تما في داك الدوار عنده. هو كان عنده مجلدات، كان عنده مخطوطات، يعني كان يعني مثقف. Il fréquentait assidûment la mosquée, ne ratait pas une seule prière. يعني كان كيمشي ديما يوميا للجامع، ما كيفوت حتى شي صلاه وحده. il était aux yeux de tous un croyant exemplaire. يعني كان في نظر ديال لك الجميع انه واحد الانسان اللي مؤمن، يعني مؤمن كما كنقولوا، un croyant exemplaire qui devrait nécessairement trouver sa place au paradis. يعني اللي انه عنده بلاصه مكان ديالو في الجنه، يعني بكثرة الصلاة كيبان لهم انه انسان متقي الله. il tenait la comptabilité de la mosquée sur un cahier d'écolier. يعني هو اللي كان متولي هذاك المحاسبة ديال المسجد في ان كاي ديكولي فيغ، يعني في دفتر خضر ديال التلاميذ. لي بيان دو لا موسكي ا سافوار لي ريكولت، يعني ممتلكات المسجد، يعني داك المحاصيل لي ريكولت. الي اوفكي اون اكزارسيس كي اون ايتي لو ليجيتيم، يعني كانت كتمشي لداك الفقيه في داك الخدمه، يعني كان المالك الشرعي ليجيتيم بروبريتير، المالك الشرعي. ا لا كومينوتي دو سومي لابوري اتسيتيرا، يعني فيما يخص داك الجماعه ديال الزراعه والحرث اتسيتيرا. دونك تو روفني ا ليمام اون طون فولي، يعني كان كل شيء ملك الملك ديال ا ليمام اون طون فولي في الوقت المناسب. بوشايب كي اتاي انا الفلوس اون فلوس، يعني بالصفه ديالو كان يعني داك الشرطي ديال القريه. فيي او غران ريان نو بوفي ترومبي سا بيرسبيكاسيتي، يعني كان كيسهر على داك كاع، يعني مثلا بحال الحب ما كان حتى شي حاجه، يعني كت الخدع في الحده ديال الذهن ديالو. ال تي لي كريفان بوبليك بار اكسيلونس، يعني كان هو الكاتب العمومي بامتياز، يعني كان بما انه قاري عنده بزاف ديال الحاجات في داك الدوار اللي هو فيه. il rédigeait les lettres qu'on envoyait aux siens par le truchement، يعني كان كان كيكتب الرسائل اللي كانت كترسل للاقارب بار لو تروشمون، يعني عبر هذاك الوكيل شي واحد من المسافرين بلاصه غايصه فر هذيك يكتب هو الرساله. d'un voyageur plutôt que par la poste، يعني كانت كتمشي من طرف شي مسافر بدل البريد. il expliquait les réponses et donnait des conseils aux indécis، يعني كان كيفسر الاجوبه، كيعطي النصائح لهذوك الانديسي. il vivait المترددين، il vivait comme il entendait après les vagabondages de jeunesse، يعني كان كيعيش بحريه من بعد ما داك فاغابونداج، التسكعات ديالو في ايامات الشباب. دونك دون il evitait de parler، هذاك الشيء اللي كان هو بحال كنقولوا المهم ما كيبغيش يهضر عليها. il evitait de parler، كيقدرش بغي يهضر على الشباب ديالو، كان متشرد ولا مثلا متسكع ما كيبغيش يهضر عليها. Le souvenir de cette existence d'errance et de danger avait fini par déserter sa mémoire. يعني كانت هذيك الذكرى ديال الحياه ديالو والمخاطر، يعني صافي كانت بحال اللي غادرات الذاكره ديالو، مابقاش كيبغي يتفكر داك الشيء. D'aucuns murmuraient qu'il avait été en prison dans le nord. يعني شي ناس هكا كتهضر، شي كيهضر ميغميغين كيتهامسو كيقولوا انه كان في الحبس، يعني في وقت في الشمال كان مشدود. il a fait de la tôle ce gaillard devenu un saint dans sa vieillesse. يعني قال هذه هي الهضره ديال غيومي، هي الهضره ديالو اللي هضرت الناس اللي كيقولوا انه راه il a fait de la tôle، يعني راه دخل السجن، يعني هاد هاد سو غاياغ، يعني هاد الشاب ملي كان شاب زعما اللي هو دابا devenu un saint، يعني دابا اصبح واحد القديس في شيخوخاتي سا فييس. ديزيتيل يعني كيقولوا الا ميم ايتي سولدا كيلكو بار، وشي وحدين كيقولوا انه كان جندي، يعني في شي بلاصه ما عارفينش فين. اجوتي لي بلو فينو، يعني كيقولوا هادوك الناس الاخرين. سي سا سي 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 سا كو فوز ابلي فير دو لاطول، مي الا ديزيرتي كار يل تروفي سوميتي، وانه راه هرب من العسكر حيث هو لقى هاد الخدمه هادي سوميتي بينيبل، زعما ما قدرش عليها، جاتو صعيبه وقاسيه. بينيبل دونجورو
rien de tout cela n'était tout à fait juste. Ou les raconte qui goulouha, ramèche s'haïha, seul le vieux Bouchaïb, Bouchaïb l'ouahid, Bouchaïb, détenu le secret. Ou les شاد كاتم هذاك السر عنده هو اللي عارف يعني حافظ السر ديالو ما قايلو حتى واحد بصح جوناس اونفوي يعني الشباب ديالو غابر يعني الشباب دابا راه عجوز سوبوندون كوم يل فالي دوني ان سونس اتو ولكن مع ذلك هو مضطر انه يقول للناس معنى لهذا الشيء كامل سيغتان نازيتي با ابرودي des histoires qui n'en collaient pas moins durablement au personnage visé. On ne pouvait pas se défaire d'un passé peu glorieux né des mensonges. يعني ولكن هو ما يمكنلوش يتخلص من الماضي ديالو اللي غير مشرف ولا من لي مونسونج الاكاذيب ديال الناس. Cloporté par des gens de mauvaise foi. يعني الناس النيه ديالهم سيئه مي lui importait ce qu'on disait de lui. ولكن ما كيهموش شنو كيقولوا عليه. بوشايب ناكوردي اوكان كريدي او راغون. يعني هو ما كانش هامو هذا الشيء يعني ما كان كيولي له حتى شي اهتمام. كان كيعرف ان كيل سافي اتر لا سول ارم دي غاتي. كان كيعرف بان هاد الغيبه والهضره وكيهضروا فيه هي السلاح الوحيد يعني ارم السلاح الوحيد ديال الناس الفاشلين اللي سوقهم خاوي جهدهم كيهضروا ما كانش كيتسوق لهم. Il avait une échoppe à Mazagon يعني في الجديده شحال ديك سميتو مازاغون كان عنده واحد الحانوت. Il avait donné en gérance à un garçon d'un autre canton qui lui envoyait régulièrement un mandat. يعني وهذاك عطى شي ولد المنطقه خلاه له الحانوت صافي هو يخدم فيه وبقى يصيفط الفلوس من شهر لشهر. دو كوا فيفغ اليز والفلوس اللي كتوصلو معيشه اليز مرتاح دون سي كونفان و لون بوفي سو كونتونتي دو بو. انسي لو فيو كوبل مانجي تيل دو لا فيوند بليزيور فوا. يعني كانوا عايشين مرتاحين هاد لو فيو كوبل يعني هو والمراه ديالو كانوا كياكلوا اللحم بزاف ديال المرات. دونك لا فيون بليزيور فوا بار موا يعني بزاف المرات كانوا كياكلوا اللحم في الشهر. دي طاجين بريباري بار لا فيي كي سي كونيسي يعني وكانت كتوجد ليه طاجين كي سي كونيسي يعني كانت كتعرف طيب يعني هو يعني كيعجبو الطيب ديالها. سولا دوني ليو ا ان ريتويل اكستريمومون بريسي يعني وهذا الشيء كان كيعطي واحد الطقس كيدير واحد الطقس بحال الطقوس ديال هذا الشيء. سول لو شان دو لا ميزون اي اسيستي كار اي تي تو اوسي يعني كانت كتحضر له غير هذاك لو شان ديال المنزل. انتريسي كو لو فيو كوبل ابري افوار مي ان انورم كيغنون يعني الكانون هذاك الكانون يعني باش كتبدا طيب كتحط واحد القدره هكا اكوير سول لا سوندر يعني كتحطها وكتنتظر لا فيي دام الومي ام برازيرو كانت كتشعل داك المجمر اي اتوندي كو لي بريز وكتسنى داك الجمرات سوا بيان روج. المهم كيوصفوا لينا بالديتاي شنو كدير راه كتشعل المجمر كتسنى الجمر يولي احمر باش تبدا طيب. المهم هادشي اللي كيعاودوا لينا بالديتاي. بغيت نقص شي باراغراف حتى لا ديسكريبسيون بالنسبه اللي كيبغي يعرف المعلومات كاملين. Pour placer dessus un récipient de terre dans lequel elle préparait soigneusement le يعني كانت كتوجد داكشي بعنايه وكطيب وتقاد داكشي لحقو طريقو allongé sur un tapis noir rigueux يعني هو en poil de bouc le vieux serrotait son verre de thé وهو قال زير الرجل كيتسنى طيب كيشرب واحد كاس ديال اتاي اي فيمي سي سيغاريت وكيكمل كارون il roulait lui-même ni l'un ni l'autre ne parlait à ce moment-là. حتى شي واحد فيهم ما كيهضر ليهم ديما هما مكالمين هو كيدير الطقوس ديالو هي الطقوس ديالها كطيب شي ما كيهضر مع شي. Chacun appréciait ce calme crépusculaire qui baignait les environs d'une étrange douceur. يعني كان كل واحد فيهم كيقدر داك الهدوء اللي عايشين فيه اللي كان بينيه لي زونفيرون كيغمر داك الارجاء دون اترونج دوسور اي كو سول لو بروي دي بيت رومبي بار انترميتونس يعني مره كان صوت ديال الحيوانات هو اللي كيوقف هاد زعما مره كتسمع شي ان ولا شي حاجه تما هي اللي كتهرس داك السكات. اون افي ابريتي لي لامب ان كاربور اي لون اتوندي باسيامون لو ديكلان دو جور
بور لي زاليمي، ومهم مجهزين يعني داك القناديل ديال الفحم مسبقا، وكانوا كيتسناو هذاك يعني النهار يطيح ما يبقاش الضو باش يشعلوها بور لي زاليمي. اون بوفي مونجي اي باسي لا نوي سور لا تيراس كار لير ايتي اغريابل ايتي اغريابل اي لو سييل بروديجيوزمون ايطوالي. يعني وكانوا كيدوزو داك الليله في السطح، كان الجو زوين، السماء كلها عامره بالنجوم، يعني بواحد الشكل اللي مدهش. On voyait nettement la voie lactée qui semblait un plafond de diamants rayonnant. En observant cette fantastique chape de joyeux joyaux cosmiques, le vieux louait Dieu de lui avoir, yani, le vieux l'ajouz, yani, kan kihmad Allah, de lui avoir permis de vivre des moments de paix. Annahu, smah lou b'annou yaish wahed lahadat de paix salam avec les seuls êtres qu'il aimait, مع الكائنات يعني مع المخلوقات الناس اللي كيبغيها، صافا الزوجة ديالو صنع الحمار ديالو اي سون شا والقط ديالو، car aucun de ces êtres n'était exclu de sa destinée، حتى شي واحد من هاد المخلوقات هادي مستثنى يعني من القدر ديالو. De temps en temps il se remémorait les vieilles légendes، يعني مرة مرة كيبقى جالس كيتفكر هادوك الاساطير القديمة. Mais sa pensée allait surtout s'égarer parmi ces feux chatouillants de la foi proche et lointaine. Est-ce là que se trouve le fameux paradis? يعني داك البراق اللي هي بعيده وقريبه في نفس الوقت، كيقول واش هنايا يعني كان كيسول واش هنا كتوجد يعني داك الجنه الشهيره سو فامو هي الشهيره. سو دومونديتيل اي لونفير او جهنم او سوري دونك لونفير، يعني كيطرح هاد الاسئله. كوم ان يافي اوكون ريبونس، بما ان ما كاين حتى شي جواب، ايل اوبليي فيت لا كيستيون، كينسى داك الساعه السؤال. Une étude de fouiller, يعني بدون جدوى كل شيء بدي يقل ويبحث dans les mystères célestes، يعني في الحاجة اللي يعني ما كاين حتى شي في اذا انه يبدا فويي يفتش في داك الغيبيات السماويه باش يعرف pour savoir où est ceci ou cela، باش يعرف فين جات هاد البلاصه ولا هنا هادي ما كاينلاش. دونك حنا نخدمو غير بروميير باراغراف باش الفيديو ديجا يعني 22 دقيقه، وغادي نديرو الجزء الثاني. نقسم يعني كل الشابيتر على حسب الطول ديالو، هاد البرومي شابيتر غنقسموه على جوج، غندير لكم الجزء الثاني.